بشكل يعني مبسط بالنسبة للحضانات.
للإيقاف العرق والنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بداية نرحب بالأخوة والأخوات الأمين وجميع القنوات الإذاعية المتواجدة وجميع القائمين على هذا الرتبة. وفي ظل القيادة الرشيدة المتمثلة في حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ الأمير بن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى، وبتوجيهات سعادة وزير التنمية الإدارية والأمن والشؤون الاجتماعية، عقد هذا المؤتمر لمناقشة وتوضيح آثار وتداعيات الحضارات الغير مرخصة والعشوائية ومتمثلة من خطورة على النشط ومن ثم على المجتمع، حيث أن النشط هو الأمل والمستقبل في النهوض بالمجتمع، حيث حرص المجلة في قانون تنظيم دور الحضانة رقم 1 لسنة 2014 على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها. ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروط في طالب الترخيص وتجدد في هذه الشروط، ثم عقف بعد ذلك على تنظيم المنشأة كما كان من ثم العاملين بالحرام، بدأ من الإدارة وعن جميع العاملين فيها، وتأكيد منهم على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام هذا القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات ذات صيغة جنائية. النوع الأول من هذه العقوبات وضع لمواجهة المخالفات ذات الصيغة الإدارية، وهي مخالفة شرط أو أي شرط من شروط الواجب توافرها في طالب الترخيص أو إنشاء دور الحضانة أو إدارتها أو مزاولة عمل من أعماله أو نقلها أو التغيير في مواصفاتها قبل الحصول على الترخيص. وضع لمواجهة المخالفات ذات الصفة الجنائية، وهي تنظم المادة 20 من هذا القانون، منها مخالفة الغرض من الترخيص مباشرة نشاط مغاير لنشاط الحضانة، وتمثلت في عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين والغرامة 100,000 أو إحدى هاتين العقوبتين التي لا توقع إلا بمعرفة المحكمة المختصة. شكرا لكم. إذا نحن نتحمل الأسئلة أخواننا صحيحين، إذا في أي سؤال أو استشارات توصل للحملة، بالإضافة إلى أن ندعوكم إخواني وأخواتي إلى دعم هذه الحملة، عيالنا كلنا طبعا مهمين، وكان فضل. المخالفات المخيلة ممكن مخيلة بصحة الأطفال أو لا
الإجراء مباشر. وطبعاً في إنذار أولي وإنذار ثاني، وبعدها في غرامة بمبلغ 10,000 ريال تأخذ من التأمين اللي موجود بكل حضانة. طبعاً وهذه حرص منا على الحضانات، وإذا كانت المخالفة طبعاً فيها ضرر كبير على صحة الأطفال وأمنهم وسلامتهم، نرفع طبعاً توصية إلى الشؤون القانونية، والشؤون القانونية يرفعونها لسعادة الوزير بطلب إغلاق الحضانة لمدة 3 شهور حتى يتم إزالة المخالفة. بالنسبة لعدد الحضانات هي 189 حضانة، والآن تحت الطلب في حضانات جاري استكمال الإجراءات. طيب بالنسبة معلش اسمحي لي سؤال المايك. بدأنا يعطيكم العافية على هذا هذه التوعية وهذه الحملة، أنا بالفعل احنا محتاجينها كثير. عيالك أمانة، ولكن السؤال يطرح نفسه الآن، لماذا انتشرت هذه الحضانات خلينا نقول مثلا غير مرخصة أو العشوائية؟ لماذا انتشرت حسب يعني ما رصدته من مخالفات سبب انتشارها؟ جزاك الله خير. ممكن أعقب على سؤال أبي حسن؟ تفضل. لا أنا أقول وين؟ ما دليل القانون؟ متعود إنه خصوصاً إنه أصلاً يعني الهدف الأول من الحضانات إنه لو حطينا مقارنات، هل أنا أترك ولدي مثلاً مع يعني في البيت؟ طبعاً الآن البيوت يا أما بيكون فيها عاملة أو أن أنا أحطه في حضانة وأقدر أراقب كل ما يعني ما يقوم به طفلي من خلال تليفوني، فهذه يعني بالنسبة لنا أفضل، لأن حتى الاشتراك يعني كل 3 أطفال في مسؤول عنهم.